اختلفت وجهات النظر حول قرار إغلاق الصالونات النسائية. خلونا نشوف اليوم رأي الناس، هل هن مع أو ضد هيدا القرار، وهل في بديل للصالونات النسائية أو لا؟ مع أو ضد قرار إغلاق الصالونات؟ ضد. في بديل عن الصالونات؟ خدمة منازل، يعني لا زالوا مستمرين خدمة منازل الصالونات. مع أو ضد؟ لأن في صالونات ما يلتزمون بالاشتراطات الصحية. مع لأن نحتاج صراحة. في بديل خدمة منازل؟ ضد إغلاق الصالونات النسائية. إذا سكوا الصالون في عاملات في مواد هي تخلص مدتها وفي أجار عليهم حرام. بس في صالونات يعني ما يستخدمون هذه الخدمة المنزلية لأن البرودكت اللي عندهم وايد غالي ما يروح حق منازل يكلفهم. لا ضد أنا معه، لأن حتى لو راح يسكرون راح يصير توصيل منازل. تجيبي خدمة منازل؟ أكيد. مع يشوفون مصلحة الشعب، يعني وايد إصابات قاعدة تزيد، يعني صار كل شيء متوفر، الأدوات متوفرة، كل شيء متوفر، يعني تشتريهم وتقضي حاجاتها بالبيت. والله شوفي، إذا قلت معه ممكن أعطيك سبب، وإذا قلت ضد ممكن أعطيك سبب ثاني. شوفي ممكن أقول إيه نعم عشان بس لحد من انتشار الفيروس يعني بالمجتمع بشكل عام. أخاف أقول ضد إن هذا راح يأثر من بعد بالمشروع نفسه، يعني في وايد ناس عارضت القرار بحكم إنه حرام مشروع وسبق وسكت السوالين كلها، فهالشيء يمكن سبب لهم شوي عرقلة بموضوع الإيجارات والرواتب وغيرها. فإذا أنا سكت الصالون ورحت أسوي خدمة ثانية اللي هي خدمة المنازل فما سويت شيء.